بنتي لا تتوتري من شي، لأنه ما في وقت. مدام تشاولا هي رح تنافسك اليوم. جاهزة للفوز؟ ايه خالتي، لا تشغلي بالك، انت اكيد رح تربحوا. انا رح اربح المسابقه، اكيد إيه؟ المدام تشاولا رح ترجع على بيتها خسرانه قدامي إيه؟ اكيد. يلا يا بنتي رح نبلش المسابقه. شور يا كنا، فتح اكبر سلسله مطاعم بتقدم اطيب الماكولات عنا بالبلد. عن جد؟ هو بس اكبر مني بسنتين مو اكتر، وصوره محطوطة بكل مكان هون، مشهور نيادة. لك شو هالقصة الكبيرة يعني؟ ليك انت فيك تشتغل عندي بالمحل، وانا رح حط صورك بكل مكان لحتى تنشهر مثله تماما. محل موهيت للجوارب. بابا لا لا لا، ما في داعي تشكرني يا ابني، خلاص ما في داعي. أتأكد اني ما رح اتشكرك بابا. شو قصته؟ لا تعصبي من شي والعبي منيح. ايه العب؟ شو قصدك؟ رح أطبخ بيدي. بعرف إنه هاي مسابقة للطبخ بنتي، لا تنسي الطبخ مثل اللعبة بالنسبة إليك. أنتي عم ترفعي لي معنويات كتير بيدي. شو صار؟ بس حاسة حالي دايخة شوي. واضح بنتي لأنك ما أكلتي شي من الصبح، وما بيصير هيك. مهيت؟ إيه؟ روح اتصرف. طيب يلا، بدي عصير بارد لو سمحت. تفضل خدي، روحي ارتاحي شوي وانا رح ادفع لك. بالعاده السيد شوريا ما بيروح لاي مكان، بس هو اجى اليوم لحتى يشجع المواهب المحليه. غريب. شي حلو. مستحيل هالشي ما رح يصير، ماني حابب كل هالشغله اصلا. قلي ليش انت عنيد هيك؟ ليكني انا واحد من الحكام، انت شو مشكلتك يعني؟ شايف كل المتسابقين؟ هنن مشكلتي، هنن اللي بيتسموا افضل ما في دلهي. نحن ما رح نحكم بالمسابقة، نحن رح ندوق اطعمة غير صحية، واللي طابخينها هنن ستات البيوت، وحتى ما رح نقدر نقلهم هذا الشي بصراحة. المسابقة الدلهي للطبخ، مين الذكي صاحب هاي الفكرة؟ ليك أخي، طباخين كبار اهتموا بهاي القصة، هذا الحدث وعرضنا كمان، وترجوك تكون هنيك. خلصنا بقى، يلا رح روح. مفهوم، بس اسمع، ما رح دوق طبخ ولا حدا فيهم، وما رح أرفع معنوياتهم. ولسه إذا طبخ أي شخص كان فظيع أو طيب تعرفني، ما رح خبي رأيي أبدا. موافق، نمشي؟ يلا يلا. ايه نحن مستعدين. حدا يساعدها؟ ساعدوها ساعدوها يا جماعة، مسكينة، ساعدوها خلوها تقوم. بعد هيك انت وياها تحرك، ساعدوها يا جماعة خلوها تقوم. حدا يساعدها؟ يلا انت اللي جاي مع هاي البنت. مرحبا، موهيت، موهيت شارما، السنة ثالثة تجارة قسم الجامعة الجنوبي، شارما نواس برسلين. اهلا وسهلا، خد عطيها هي بسرعة رح تتحسن دغري. ما هيك؟ أمي، أمي أختي. فيقي، فيقي. يلا خدي، يلا كيلي، كيلي، كيلي يلا. إيه، يلا. أعطيني إياها. يلا، كيلي لشوف، كيلي. شو هي؟
لك هي نفسها اللي بتاكل نهال. كليا هاي بتقويكي ما رح تأذيكي. خود خليها تاكل رح تتحسن. شبك يا حلوة؟ أنت منيحة يا بنتي؟ وقفي بسرعة لشوفي، يلا امشي معي وخلينا نروح على البيت. بس يا ستي كيف بدها تروح بهالوقت؟ نحن كلنا معها هون. يلا خير، أنت مريضة شي يا بنتي؟ لا شو هالحكي هاد؟ بس هي ما أكلت شي من الصبح، أكيد أغمي عليها، هي منيحة صح هيك؟ يلا تعي بنتي. يلا مرحبا يا حلوة، باين عليكي مستغرقة بقراية الرسالة وعم تتجاهلي رسائلي كلهم. طبعا القليل احكي معي، لا تخليني غار. شو هاد؟ أنا مالي بحاجة تخلي أي حدا بالعالم يغار، الناس بتغار لحالها. وغير هيك طبعا أنا قلت لك تجوز معك لأنك ما رح تقدر تخطبني. كيف شعورك سيد شوريا؟ يا ريت تقلنا شو حاسس هلا وانت معنا. شعوري رائع واكيد كتير مبسوط. انا برايي انه ما بهم ابدا باي طريق بتروح وقديش صرت ناجح، بس طعمه الاكل البيتي ما بتنتسى ابدا. طبعا انا متاكد انه الاطباق اللي رح تنطبخ رح تذكرك باكل البيت وقديش وطيب. معلش تشيل نظاراتك الشمسية؟ كتير سهل إنك تكذب وإنت حاطت نظارات شمسية. سيد شوريا، أنت بتدير عشرات المطاعم الناجحة ويلي فيها ذوق عالي، اليوم في عندك أي رسالة للمتسابقين يلي معنا؟ يعني مثل ما تفضلتي عندي حس عالي كتير للتذوق، وهذا الشيء منيح. بحب تكون أطباقي قد ما كانت فاخرة مثل أكل البيت تماماً، بس هالمسابقة هي رح تكون قوية وصعبة كتير. شو متحمسة للفوز؟ وبحسي هاد جابني لهون على المسابقة. أنا اليوم عامل حمية لهيك ما رح دوق شي أبداً، بس رح أعطي علامات على أفضل طريقة تقديم. بعد إذنك سيد شوريا، أنا من جيت تشاولة، أنا ربحت مسابقة الطبخ 3 سنين ورا بعض وبعلامات ممتازة، بدي أخذ صورة معك إذا بتريد. إيه طبعاً تفضلي. شكراً كلك ذوق. ليكي أنا لازم أربح المسابقة بأي تمام، ما لازم يكون في شي غلط، فهمتي؟ شو رح تخبري الناس التانيين؟ إني مساعدتك بالطبخ. ومين اللي ساوى الأكل؟ أنتي. حلو، ما تنسي أنتي مساعدتي بس، مانك طباخة؟ مع إني ما بظن إنك فهمتي. شو صار ليك؟ باين عليكي متوترة، أي شخص رح يعرف إنك عم بتكذبي. بتمنى ما يصير شي مصيبة. أنا اليوم رح أهزم 6 شاولة وما رح خليها تربح الكأس. استعجلي شوي. بتمنى لك التوفيق بالمسابقة. تعي شو عم تعملي؟ يلا خلينا نبلش. ماشي يلا. هاي قدري متابعينك على مواقع التواصل الاجتماعي. شو بدك بهالحكي هلأ؟ ليش عم تزعجي هيك؟ قدري قدري استرخي. كانتم أنا مضطر أني أروح على الحمام. لا ما عاد بدي أروح على مطرح. مو معقول، ما فيني أتحمل هالريحة، رح روح وشم شوية هوا نظيف، حاسة حالي رح أختنق.
ما رح تتحركي من هون، المكان كتير معجوق. ما تقلقي ما بيصير شي، روحي بنتي روحي، مع السلامة. بس ما بيصير رافي. طولي بالك. قول ليكي ست شارما، أنا رح روح وشوف أمي. بصراحة ابني. ما بقدر ضل بعيد عنها لو أطويل. خدي مني هاي، خدي. بتقدر تروح وخليني أعرف إذا بدك شي. ماشي يلا. اشتغلي بكل تركيز، حطيتي كل البهارات عليها. ايه منيح. انت خليكي هون، رايحة شوف الوقت، ما تلتهي بشي، خليكي عم تشتغلي. يلا. شوي وراجعة. شو مشان الحلو؟ لازم ناخد شي حلو قبل ما نبدأ المهمة.